هي المرة الأخيرة التي تشهد فيها حلبة برشلونة، لا بل مقاطعة كتالونيا، دخول ثور إليها. هي المرة الأخيرة التي يتردد فيها هذا الهتاف. خارج الحلبة متظاهرون ينادون بسرعة تطبيق ما أقره برلمان مقاطعة كتالونيا من منع لرياضة يصفها منتقدوها بالدموية. أشعر بالسعادة العارمة، هذه نتيجة نضال استمر لمدة 7 سنوات، ضربت فيها وتم التحرش بي كثيرا وهديت بالقتل. بالسعادة لأنهم لن يعذبوا ولن يقتلوا الثيران. نريد من إسبانيا كلها أن تحذو حذونا وتتخلى عن رياضة لا تناسب القرن 21. في الخارج أيضا مسيرات للتنديد بقرار برلمان حظر رياضة يرون فيها جزءا من التراث الوطني الإسباني. أشعر بالحزن والغضب، فلهذه الحلبة الرائعة تاريخ عريق للمصارعين وللاحتفالات الوطنية عموما. هناك من أنحى باللائمة على أزمة رياضة مصارعة الثيران في إسبانيا على السياسة، فتحويل الجنرال فرانكو لجزء من التراث الكتالوني إلى رمز للقومية الإسبانية لعب دورا كبيرا في اعتماد الساسة مشروع قرار المنع. السياسة والأخلاق وحتى مجارات تطور العصر، تعددت الأسباب والنتيجة واحدة. حلبات كتالونيا لن تشهد رياضة لها تاريخ قديم أريقت فيه دماء ثيران ومصارعين على حد سواء.